السلام عليكم ورحمة الله. باعتباري أنا كلاعب من الفريق وعينت الأحداث على قدم وساق وشفت ذاك المنظر المأساوي والناس كتبكي والناس كتجري، وأصلا حنا كنا الناس كاملة الناس الدوار كاملة ولا المنطقة كاملة كانت كتنتظر هذه النهاية هذه اللي كانت شيقة كتجمع بين جوج فرق اللي هما من خيرة الفرق اللي كاينين في هذه المنطقة، والناس كيستعدوا واحد اللحظة كطيح الشا كتشوف الواد جاي، الناس كتهرب من التيران، وقع واحد الفوضى والناس هربانة وهلي وليد، والناس بقاو فوق الفيسير اللي العالم كامل شافوا تهدم. واكبر واكبر فاجعه واكبر منظر هو الناس كتشوفهم فوق السور وكيتهدم بهم وديهم الواد، وانت ما قاد ما عندك لا حيله لا ما عندكش كيدير، تعزق الناس كتشوف عمك كتشوف الناس العائله كاملين كيجيوك وما عندكش كيدير. وصراحه هاد الله هاد الماتش كان كلشي كيتسناه كلشي كينتظرو، بصراحه هاد الله ما كتلقاش الكلمات اللي تعبر بهم هاد الماساه هادي كيفاش تسالات، حيت كان واحد الفرح كبير ولا واحد الحزن واحد الفاجعه ماساويه. منين كتفكر دوك الاحداث كيقشعر البدن ديالك، ما كتقدش ما كتلقاش الكلمات باش توصف. حاليا بالليل ما كيجينيش النعاس، كتجلس كتفكر داك المنظر، الناس كتشوف عمك دايو الواد، كتشوف الناس الاخرين دايوهم الواد، ما كتقدش كتجيك بحال شي كوشمار كابوس ما كيقدش يديك النعاس. الناس كامله كتبكي، الناس حاليا دايره حداد، حاليا غيستمر حتى لمده شهر عام، هادشي ما غيتنساش، غيبقى في الذاكره ديال اي ولد المنطقه، سيرته الناس ديال تيزير تيبقى يوم اسود. حنا كنا لاعبين كنقوموا بالاحماءات اولا لي شوفمون استعدادا باش ندخلوا للماتش، الاستعدادات كانوا على قدم وساق، كانوا تحفيزات معنويه وماديه، والناس داخلين بواحد العزيمه باش يربحوا ويفرحوا الناس ديال الدوار ويفرحوا الساكنه. وما كرهناش انا بصفتي كلاعب ما كرهتش تعلق لي ميداليه وسط بلادي وسط الناس ديالي، ولكن الله غالب.